لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، القوات الحكومية تعتقل 36 مواطنا في محافظة البصرة. في صحيفة المدى، العبادي يتحالف مع الحشد والحكيم ويثير سخط الصدر. في موقع كتابات، مباحثات حاسمة بين بغداد وأربيل اليوم حول المنافذ والمطارات. في موقع الجزيرة نت، مقتل وجرح العشرات بتفجير مزدوج وسط بغداد. في صحيفة العربي الجديد، صدام أمريكي تركي على حدود سوريا. في صحيفة القدس العربية، أردوغان يتحدى واشنطن ويؤكد مهاجمة عفرين السورية خلال أيام، وروسيا تهدد بالرد. وفي صحيفة الحياة، عباس، خطة ترامب للسلام صفعة العصر. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم دون توفير المناخ الملائم لعودتهم أمر مرفوض ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والإنساني، وانتهاك بالغ الخطورة لحقوق الإنسان. وأوضحت الأمانة العامة أن تقارير أقسام الهيئة ذات العلاقة الميدانية بالواقع الإنساني في العراق، لا سيما موضوع النازحين وأوضاعهم، ومنها قسم حقوق الإنسان والقسم الإغاثي، تشير إلى أن قوات الأمن الحكومية تجبر الكثير من النازحين على العودة إلى المناطق التي اضطروا للفرار منها على وقع العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية، بحجة أنها باتت آمنة ومستقرة، وذلك من أجل تحقيق غاياتها في تأمين تنظيم الانتخابات، وفق ما نشر في موقع الهيئة نت. ونقل البيان عن مصادر إعلامية دولية تأكيدها لهذه الوقائع بناء على معلومات من المنظمات الإنسانية وشهادات النازحين، إذ تشير بعض الأرقام إلى أن ما بين 2400 و5000 شخص لاجئ تم ترحيلهم قسراً في المدة من 21 من تشرين الثاني الماضي إلى 2 من كانون 2 الحالي من مخيمات النزوح إلى المدن التي هربوا منها في ظروف غير آمنة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. الهيئة شددت على أن عودة هؤلاء النازحين بهذه الطريقة ستكون مجهولة المصير، يكتنفها الغموض ولا تعود عليهم بالنفع، وتجعل حياتهم في خطر مستمر بسبب تدمير منازلهم بشكل كامل أو جزئي وسرقة محتوياتها مع وجود الألغام الأرضية التي زرعت فيها، فضلاً عن عدم توفير الخدمات الأساسية الحياتية الملائمة لهم وعدم وجود ميزانية مخصصة لإعادتهم حتى الآن، وهو أمر غير متوقع حدوثه على المدين القريب والمتوسط. وحذرت الهيئة من خطورة الولوغ في هكذا مخطط خبيث بذريعة الانتخابات وجعله وسيلة لتحقيق مصالح انتخابية حزبية وشخصية على حساب أبناء المحافظات المنكوبة، مذكرة الجميع بأن نجاح البلدان والحكومات لابد أن يكون مرتهناً باستقلالها التام وبناء نظامها الوطني على أساس سيادة القانون والتعايش السلمي والمجتمعي دون تمييز أو إقصاء، لا على القبول المذل بفتات المحاصصة الطائفية والعرقية. نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريراً عن الصراع داخل التحالف، فقد نقلت عن مصدر إعلامي مقرب من حزب الدعوة إن شيعة الحكم ومنذ سنوات صاروا يتهمسون فيما بينهم بحثاً عن الوسيلة التي يتمكنون بواسطتها من محو ما يمكن أن أسميه بعار المالكي، وإذا ما كان العمل على استبعاده صعباً في هذه المرحلة كونه لا يزال زعيماً لحزب الدعوة الذي حكم العراق 12 عاماً
فما يجري اليوم على مستوى التحالفات سيؤدي بالضرورة إلى طي صفحته بحسب التقرير. ووقع ممثلون عن العباد وفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران الأحد اتفاقا لخوض انتخابات 2018 في قائمة واحدة. وحتى أشهر مضت كان الحشد حليفا للمالكي، وخوضهما الانتخابات معا كان مجرد مسألة وقت. وفاجأ العباد المراقبين بتحالفه مع ميليشيا الحشد الشعبية التي طالما انتقدها مطالبا بوضع سلاحها تحت تصرف الدولة، ولم يتبقى مع المالكي حلفاء معروفون إذ غادره إلى العباد. ويضم التحالف الذي يقوده العباد حاليا كلا المستقلون بزعامة حسين الشهرستاني، والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة همام حمودي، وحركة عطاء بزعامة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وحزب الله تنظيم العراق بزعامة حسن الساري، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، وهي ميليشيات شيعية مدعومة إيرانيا شكلت الحشد الشعبي. ويتساءل مراقبون عن مزاعم العبادي بأن تياره عابر للطائفية، بينما جميع من انضموا إليه من الميليشيات المتهمة بجرائم تطهير طائفية. فطائفيون بغض النظر عن طائفتهم لا يمكنهم الوصول إلى منطقة تقوم التفاهمات فيها على أساس وطني شامل. وكما يبدو فإن الجميع يعمل على استبعاد العمل السياسي المتحرر من النزعة الطائفية، وهو ما يعني أن الانتخابات المقبلة ستعيد إنتاج النظام الطائفي، لكن بصيغة متحررة من أعباء المرحلة السابقة التي كان شبح المالكي مخيما عليها بحسب الصحيفة. في الوقت التي تنفي فيها السلطات الحكومية العراقية إصدار أوامر تجبر النازحين السنة في المخيمات على العودة إلى مناطقهم المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، لا سيما في محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل، أكد مدير مخيم الجامعة للنازحين غرب بغداد رمزي العزاوي. أكد أن القوات العراقية بدأت تطالب العائلات النازحة من المقيمين في المخيم بالرحيل والعودة إلى مدنهم المحررة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، رغم أنها غير آمنة بحسب أحمد الفراجي في تقرير له بصحيفة القدس العربية. وقال في تصريح خاص للقدس العربي: هناك أسباب كثيرة تمنع الأسر النازحة من العودة لمناطقهم بالوقت الحاضر، منها الدمار الكبير الذي أصاب منازلهم السكنية جراء الحرب على تنظيم الدولة، كما أن مناطق معظم نزلاء المخيم من نازحي صلاح الدين والموصل لا تزال غير مؤهلة لاستقبالهم. وأضاف أن مخيم الجامعة يضم العشرات من الحالات المرضية الحرجة، أبرزها الإصابة بمرض السرطان والالتهاب الرئوي المزمن، وأغلب المصابين هم من الأطفال والكبار بالسن، إذ أن إجبارهم على العودة سيضاعف من معاناتهم وربما يعرضهم لخطر الموت. كما يرفض قسم كبير من النازحين العودة إلى محافظاتهم خوفا من ميليشيا الحشد الشعبي التي تنتشر في معظم مناطقهم المحررة، وهم يخافون من حدوث انتهاكات وأعمال انتقامية طائفية قد تطالهم. فضلا عن ذلك، فإن الأغلبية الساحقة من النازحين الذين أجبروا على العودة لا يجدون أماكن إيواء تصلح للسكن، لأن العمليات العسكرية حولت منازلهم إلى كومة من الأحجار. القوى التي تجبر النازحين على الخروج من مخيمات بغداد قالوا إنها أوامر صادرة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونحن مجبرون على تنفيذها، ولا ضرورة لوجودكم بعد اليوم في المخيمات، لأن مدنكم الآن أصبحت آمنة بعد تطهيرها من بؤر تنظيم الدولة بالكامل. بينما رد النازحون بأن كلامهم لم يكن مقنعا لأننا ممنوعون من الرجوع من قبل فصائل مسلحة تابعة للحشد الشيعي الذين باتوا يسيطرون على كل شيء بعد أن فجروا وحرقوا الكثير من منازلنا بتهمة انتمائنا لتنظيم الدولة كما ورد في التقرير. يقول أينشتاين: إنه لمن الحماقة أن تعتقد أنك ستحصل على نتائج مختلفة وأنت تكرر الشيء نفسه، فكيف سيتغير العراق بنفس القيادات التي ساقته إلى الفشل الذريع؟ فالأوطان هي أحضان الأمهات،
فلا أحد يخون حضن أمه إلا إذا كان غريبا عنه. الكاتب عبد الجبار العبيدي يهاجم التحالفات الطائفية الجديدة للانتخابات القادمة في مقال بموقع كتابات. ولو كنا نملك برلمانا في صحيح لدخلت كل هذه الرؤوس الحاكمة اليوم في نفايات التاريخ، ومع هذا سينكشفون غدا أمام التاريخ. من هذا المنطلق يستميتون اليوم لإعادة الروح إلى التحالفات الطائفية البغيضة وبقية التحالفات المشبوهة التي وضعت يدها بيد الخونة الذين روجوا لنظرية التدمير فأجرمت بحق الوطن والمواطنين، وما دروا أن الوطن هو الأم وحاضنتها، والأم حرام أن تخان. المواطن هو الوحيد الذي قتل وهجر وانتهك ودمر ولم يلمس التغيير، لا بل أصبح على قناعة أن وطنه ضاع بين حرمية التغيير ورجال الدين منهم. لذا رفعه لشعار باسم الدين باغون الحرمية سيبقى عنوانا لفشلهم في التاريخ، فلا محاسبة ولا حساب ولا غيرة ولا ضمير. صدقوني كلهم يكذبون لأنهم سارقون، فلا تسمعوا وصاياهم وما يقولون لأنهم لا يؤمنون بدين ولا وطن، لكنهم يؤمنون بالطاغوت هم والمؤيدون بعد أن خربوا منهج الدراسة ودمروا صحة المواطن وأشعوا الفساد فيها وحنثوا اليمين وأهملوا الوصايا العشر، لكنهم كانوا أغبياء لا يدركون. إن التاريخ يخبرنا أنه لا يمكن لأمة أن تنهض إلا إذا وجدت فيها النخبة المخلصة القائدة التي تجردت عن كل مطامع البشر وسخرت جهودها للوطن، كما في غاندي وجوما كينياتا وغيرهم من المؤمنين بشعوبهم والوطن. من هنا وبمساعدة الشعب يحصل التجديد التدريجي فيها كما يرى الكاتب. الصحفيون يشكلون في هذه البلاد واحدة من أكثر الفئات الاجتماعية ضعفاً، هذا ما يؤكده واقع أنهم ومهنتهم والمؤسسات التي يعملون فيها يتعرضون على مدار الساعة لاعتداءات وتجاوزات سافرة، كما يجري انتهاك حقوقهم على نحو صارخ. الدستور يلزم الدولة بكفالة الحق الأساس للصحفيين وهو حرية عملهم، ولكن على الأرض قيد حقوق الصحفيين أو قيدت حقوق الصحفيين وأطلقت يد أجهزة الحكومة في التعدي على الصحفيين وحقوقهم، ولم يضمن ملاحقة المعتدين على الصحفيين ومؤسساتهم بمن فيهم قتلتهم وتقديمهم إلى القضاء، كما جاء في مقال للكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى. أصدرت وحدة الرصد في النقابة الوطنية للصحفيين في العراق تقريرها السنوي المتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين خلال السنة الماضية. في الوقت نفسه أصدر مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين تقريراً مماثلاً حول أوضاع الصحفيين في إقليم كردستان. التقريران يعززان ما يجيء كل عام في تقارير المنظمات الدولية ذات العلاقة التي تصنف العراق في آخر قائمة الدول التي تتوفر فيها الحماية للصحفيين وحقوقهم وتراعي فيها حرية التعبير. رصد التقريران الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ومؤسساتهم ليس فقط من جانب تنظيم الدولة الإرهابي، وإنما أيضاً من جانب مؤسسات الدولة وأجهزة الحكومة والجماعات المسلحة العاملة خارج القانون وإدارات المؤسسات الإعلامية والصحفية في عموم العراق بما فيه إقليم كردستان. التقريران وثقا بالتفصيل انتهاكات بالمئات، إنه رقم مهول في الواقع. ويضيف الكاتب: تقريرا النقابة الوطنية للصحفيين ومركز مترو يؤكدان من جديد الحاجة الماسة لتعديل قانون الصحفيين على نحو جوهري بما يجعله ضامنا وكافلا لحقوق الصحفيين ولتشريع قانون حق الوصول إلى المعلومات بحرية وحق نشرها بحرية أيضا. سوتشي مقابل جنيف، هذا جديد روسيا التي أكد وزير خارجيتها سيرجي لافروف أن لا تقدم في الجولة التاسعة للمفاوضات بين السوريين في المدينة السويسرية من دون عقد مؤتمر الحوار الوطني في المنتجع الروسي والأخذ في الاعتبار نتائج جولات أستانا. تهديد لم يكن ليصدر لولا أن الطريق سالك وممهد أمام المؤتمر،
ولولا هذا الجرح العسكري الذي أصاب قاعدتيها في سوريا بحسب الكاتب جورج سمعان في صحيفة الحياة. مشهد سياسي عسكري جديد في سوريا يدخلها في مرحلة لا تبشر بتسويات بقدر ما تنذر بمزيد من الحروب، ويطوي صفحات جنيف وأستانا وسوتشي قبل أن تستضيف حوار الشعوب السورية. لا شك أن موسكو رفعت وتيرة العمليات العسكرية لعلها تنقذ مؤتمر الحوار، بل لعلها تنقذ مساعيها السياسية من فشل محتوم في ضوء ما يواجه المؤتمر من اعتراضات ومقاطعة ورفض لحلوله محل جولات جنيف المتعثرة أيضاً، وذلك بعد فشلها في وقف الحرب وفشلها حتى في حماية قاعدتيها على الساحل السوري. ولن يكون في مقدور الرئيس بوتين أن يتغنى مجدداً بالنصر الذي حققته قواته في سوريا. في آخر يوم من السنة الماضية تعرضت حميميم لهجوم مدفعي ألحق أضراراً بنحو 7 طائرات وقتل جنديان روسيان. لذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستوسع الإطار الأمني المحيط بالقاعدة. ثم واجهت هذه القاعدة ومثيلتها في طرطوس هجوماً بطائرات دون طيار. قدم هذا التطور ذريعة لترفع القوات الروسية وتيرة عملياتها في إدلب. ويضيف الكاتب: الصورة ليست وردية ولا تبشر بأن الترياق سيأتي من جنيف أو سوتشي أو أستانا. الاستعصاء السياسي على حاله وليس أمام المتصارعين الجرحى في الميدان سوى مواصلة الحرب والإعداد لجولة أشد قساوة لا تنفع معها مواقف روسية المغايرة للواقع الحقيقي السياسي والعسكري لأزمة سوريا، حتى وإن نجحت في السيطرة على الغوطة أو دخول إدلب. في حوار بلدة ويركان بضواحي مدينة مراكش المغربية ولد الشاب عبد الرحمن إدزار لعائلة فقيرة، وقبل أن يختم الشهرين الأولين من حياته أصيب الرضيع بمرض أفقده الإبصار. ومنذ نعومة أظفاره التحق عبد الرحمن بمدرسة حكومية خاصة بالمكفوفين في مراكش حتى حصل على شهادة الثانوية العامة. عقد عبد الرحمن العزم على إكمال دراسته الجامعية والارتقاء في مراحلها العليا، وعن هذه المرحلة يقول: بعد أن أنهيت الدراسة الثانوية أيقنت أن طلب العلم هو الطريق الأسلم للتغلب على الإعاقة. لم يكتفي عبد الرحمن بذلك بل أصر على العودة إلى مقاعد الجامعة، لكن هذه المرة من بوابة تخصص الدراسات الإسلامية، فحصل على الإجازة البكالوريوس وعلى درجة الماجستير في التخصص نفسه، ثم اجتاز امتحان الالتحاق بتخصص الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وهو يتابع الدراسة حاليا. ويتمنى هذا الشاب من الجهات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني أن تهتم بفئة المكفوفين أكثر، وأن تعمل على توفير الاحتياجات التي تسهل اندماجهم في المجتمع، كما يوصي كل من فقد بصره بالاستعانة بالله وعدم الاستسلام والتخلص من كل شعور بالنقص. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.